أستاذ شمسي، بعد الزلزال تاع الحوز يعني المغاربه عبروا على التضامن ديالهم الانساني مع دوك ضحايا تاع الحوز، واش نقدروا نقولوا بان تشكلت واحد الشخصيه جديده بالنسبه للمجتمع المغربي بعد الزلزال، ولا هذا يعني الاصل الاصيل في المجتمع المغربي؟ وهو الا كنا غادي نحكموا على الشعب المغربي غير من وراء زلزال الحوز والضواحي غنكونوا ظلمناه على امتداد التاريخ، وهذه ماشي زعما شوفينيه او عصبيه، على امتداد التاريخ اثبت التاريخ بالواقع ان يعني الشعب المغربي يعني مثال يتقرى في كبريات الجامعات على التضامن الشعبي، على التكافل، على الدعم، على السند فيما بعض البعض، بداية من تقديم وثيقة الاستقلال في 1944. هذيك الساعة كانت ربما بقى أوروبا مشادة مع بعضياتها في الحرب العالمية الثانية، فالمغاربة كانوا كيعرفوا ما معنى التضامن. مرورا مجموعة من المحطات إلى جيت نحسبها لك وغادي دابا إن شاء الله نتعرض لها في المداخلة، فكان وكأن هذا التضامن والتكافل هو مغربي الجنسية. فجاء الزلزال ديال الحوز غير من باب تحصيل حاصل، ما كانتش حاجه جديده، ولو ان كانت لافته ولكن ما كانتش حاجه جديده. وكيفاش نعمقوا التضامن الانساني يكون يعني في الحالات الاخرى، حاله الرخاء، حاله التضامن الانساني بصفه عام، ماشي تتوقع الكارثه عاد نبينوا على التضامن. هو اسمح لي نقول لك انا واحد الملاحظه عندي، هو التضامن ما كيتقراش، هذه قيمه من القيم اللي تكتسب بالفطره، ما عمرنا غنجمعوا الناس نقول لهم لغه التضامن وكيفكم تكونوا، فالجينه ديال الدم ديال المواطن المغربي فيها التضامن، هو لا يحتاج إلى أنه تعطاه توعية ولا دروس في التضامن، هو يتم الإشادة به من باب زرع هذاك الإرث الإنساني في الأجيال، ومن عند الله من 1944 يعني إحنا ما قريناش التضامن يعني في مدارس، ولا وكنلقاو عند الناس اللي ما عمرهم كاع وصلوا المدارس، وبالتالي أنا كيبان لي أنا هذا شعب مجبول على التكافل، مجبول على الدعم، على المؤازرة، على السند، على التعاون فيما بعضه البعض، يفترض على أنه يكون قدوة ويكون مثال، ونستخلصوا الدروس من المحن اللي حولناها الملاحم، ومن ملاحم اللي زدنا كبرناها ورضينا ملاحم أكبر. نشوفوا مثلا غير في الطريقة باش تم استقبال ديال اللاعبين ديال المنتخب، يعني حتى واحد ما قال الشعب خرج ولا بواحد الشكل يعني، وكيف كانوا كيخرجوا بشكل تلقائي كل ما ربح المنتخب. هذه في 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 سراء، سير معايا للضراء في الكوارث الطبيعية، لا في الزلزال، على الرغم ان الزلزال ما عندناش ما عندناش مع سوابق في الزلزال، اول مره كيجي الزلزال من غير ديال الحسيمه، ولكن في ظواهر اخرى بحال الجفاف خصنا نعرفوا بان كاين قبائل اللي كان كيمسك عليها الله بالمطر، كانت تاوي القبائل اللي ما عندهاش الكلاء وما عندها المواشي ديالها، وشفنا واحد النزوح ديال القبيله من واحد الجهه لواحد الجهه، وديك الجهه رحبات بهم ما جراتش عليهم، يعني كانوا هادو واحد الانماط معينه مجتمعية كتأكد على أن هذا الشعب يعني كتب عليه أن يكون متضامنا. سي عبد اللطيف، بعد الزلزال واش وقع واحد التغيير بعد الزلزال تاع الحوز 8 شتم 2023، واش وقع شي تغيرات على مستوى الشخصية المغربية؟ ما يمكن رصده بالنسبة لواقع زلزال الحوز، هي كنا أمام امتحان عسير لاختبار الشخصية المغربية وقدرتها على تحمل الأعباء وقدرتها كذلك على مواجهة جميع المشدات المتعلقة والآثار المترتبة عن الزلزال. المواقف التي عبر المغرب هي اعتبرت مواقف عادية، اعتبرتها الدور القيم الوطنية والقيم الاجتماعية والقيم التسامح داخل المغرب، والتجارب متعددة، التطوع هو جوهر يعني السلوك المجتمعي المغربي، انطلاقا من المسيرة الخضراء التي تطوع لها آلاف من المواطنين والمواطنات شيوخا وشبابا ورجالا ونساء، وكذلك الحديث الأخير المتعلق بحالة كورونا التي أبانت عن قدرة كبيرة للدولة في مواجهة الخطر وعلى تلاحم الشعب والملك في مواجهة الأحداث المتعلقة بكورونا. الاختبار الأخير المتعلق بأحداث تامي شتنبر من زلزال الحوز كذلك أبان المغرب عن روح وطنية عالية، مختلف مشارب المجتمع، مختلف الطبقات، المدن والقرى والدواشر وحتى المجتمع المدني، هناك تطوع كبير وعفوية صادرة عن المجتمع المغربي، بالتالي فإن هذه السلوكات أو هذه الردود فعل الإيجابية هي متجدرة في السلوك المغربي بصفة عامة.